السلام عليكم أصدقائنا، اليوم احنا بمدينة ديسلدورف. طبعا اكو مطعم قالوا هنا مشهور بالهمبرجر، فحنروح نشوف البرجر مالته ونجربه وحنعطيكم رأينا بيه شنو. حلقات مختلفة نسوي لكم هالمرة، فخليكم ويانا. يعني يابا هذا المطعم اللي راح ناكل فيه طبعا مشهور هنا ديسلدورف، فمثل ما قلتلكم راح نطلب هنا عنده الهمبرجر لأنه هو أطيب شيء عنده الهمبرجر. فتعالوا خلينا نجرب ونذوق ونشوف شلونه والقعدة مالته حلوة عندي صورة حلو. يلا خليكم ويانا. اسم المطعم راي هائس. يابا طلبنا برجر، اطيب برجر عندهم طلبنا، بس راح يجي ونشوفه ونجربه سويا. يابا هسه ايش راح نسوي احنا؟ شوفوا هاي الفقره الجديده راح اخليها بالقناه، اذا عجبتكم هيك فقرات اتمنى من عندكم الموجودين هنا بالمانيا اكتبوا لي وين المطاعم الزينه الطيبه اللي اروح لازم اجربها، اكتبوا لي عليها حتى اروح لهناك ونسوي لكم ايضا فلوق ونحكيكم الاسعار قديش. كل هاي الشغلات اكيد حتى تستفادون وتروحون هناك تاكلون. طبعا هذا المطعم هو مغربي، اتصور مغربي يعني المسؤولين مالته، فخلينا نشوفه يجينا نجربه اكيد راح نطقطق. فاذا مثل ما قلت لكم عجبتكم هاي الحلقات كتبونا بصندوق الوصف حتى نستمر بيها شوي نسوي تغيير. يلا هنا والشغله الحلوه من تقعد طلبك يعطيك مثل هاي، هاي الجهاز خليك بالنا من يشتغل رجاج ويعني يطلع صوت معناتها الطلب ما تكسر. يلا تعال ابدا استلم هنا الخدمه ذاتيه. اول شيء شكل التقديم كلش حلو مالتهم، هذا يعني البصل هالسوالف. يلا تعال تفضل. يا ب بسبع العصاره مالتها اويلي يا ب. شوفوا شلون شوف البصل مكرمل طبعا بيها، وبيها هنا سموكك مدخن اللي هو اللحم مدخن بيها ايضا، والجبن واثنين دبل برجر بيها. لا الوضعيه غير شكل، والبوتيتا الحلو بيهم مالتهم تكون هي والقشره مالتها والصوصه موجوده. يلا نقول بسم الله. شيء رهيب. ويلي يا ابي رهيبه. خلينا نجرب الصوص مالتها اللي هو وياه. طبعا شنو هاي اللفه؟ ابو مريم قال لي عليها. ابو مريم اللي هو من قناه عاد عسوله. صباح ونفتح زين نخليها. بس شنو الطعام؟ ما صوي الدنيا. أبو أبو البوتيتا رهيبة. هذه الوجبة سعرها 13 يورو. هذه الوجبة سعرها بس هاي واحد يجي يجربها لأن الطعام غير شكل، وياها كولا والبوتيتا وهاي كلها يجي وياها. وطبعا السواء مالتهم مسويه ميديوم. البرجر لازم تلوص ايدك يلا تاكلها، لو تلوص بطنك اصلا. نقول بسم الله. طعم رهيب رهيب. ما ادري الحين شنو يعني هاي تاكلها لفه يوم كامل انت شبعان. طبعا شنو حتى المصور يعني سنان شنو هاي شهيتني
فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نروح مطعم ثاني وهم راح ناكل ونجربه. بس احنا اليوم جايين خصيصا على هذا، قطعت 3 ساعات طريق في سبيل ناكل هاي البرجر، وفعلا تسوى تسوى. ومثل ما قلت لكم اي واحد يعرف عنوان جديد على مطعم اكتب لنا بالتعليقات، احنا بالمانيا حاليا حتى نروح عليه ونجربه. طبعا هذا المطعم حلال، اللي يحب يجي هنا حلال. ويلي يابا بس بقى معك هاي الصلصة مالتهم كلش طيبة. هاي شنو تاخذها وشلون تاكل بس بقى غمضون عيونكم ايش تسوون. ويلي يابا لازم هاي حركة تسووها. اخوان هاي تدرون شنو بيها؟ باعوا هذا يجيك الطعم مال التدخين، هذا اللي هو اللحم المدخن يجي بيه. يجي عندكم شنو؟ البصل المكرمل. هذا هذا شوفوا البصل، هذا مكرمل، هذا هذا البصل. وش اقول لكم؟ يعني البرجرايه مالتهم رهيبه رهيبه، مستوى نص استاو يعني، بحيث من تاكلها طريه لينه. والحلو بها هاي برجرايتين جايه يعني دبل اكسل، عرفت شلون؟ يلا بسم الله. طبعا شوفوا الوجبة كبيرة، يعني اللي يجي هو عائلته حسب حسابه الأطفال 2 أو واحدة من هاي الوجبة، وعنده غير لفات أرخص هاي هي دبل جب دبل لحم حط يعني كرتوني غير شكل. بنفس الوقت الكولا وياها يعني أشوف سعره زين بالنسبة للوجبة اللي أكلتها أنا، وبعد راح أكمل. بس اللي يجي هو عائلته قلت لكم كل طفلين بلفة واحدة يشبع. ويلي يا ابو كل يوم ما شفت كل يوم ما بيها طعام خرافي. هذا طعم المدخن منطقة فد نكهة خاصة، يعني لما راح تضرب البرجر راح يضرب بالك، هذا رهيبة. عاشوا اليوم، أتمنى لهم التوفيق واستمروا. طبعا أنا متأكد بعد كل ما أجي أجي لدسلدورف راح أجي آكل هذا البرجر، راح يصير عندكم إدمان النكهات هيجي متنغمة شلون والله تتنغنغ تنغنغ يقولوا لها رهيبة. ان شاء الله اذا افتح مطعم اول الاكلات راح اسويها هي البرجر بهاي الطريقة، وهذا راح يكون موجود فيها اللحم المدخن، لان صراحة منطيها نكهة رهيبة. والبصل المكرمل بالبرجر احسن من البصل العادي، انا بالنسبه للبصل العادي احطه لي ما احبه، بس البصل المكرمل يصير طعمه على حلاوه يطيح يعني مثل ملمس للبرجر غير شكل. والصوص اللي حاطيها صلصه الباربيكيو ويلي يا بيه. بسم الله قبل انا اسف اللي يشوفوني اللي يشتهون برجر انا اسف عندكم، بس هذا الواقع اروي لكم اياه. واللي يريد يسوي برجر حق البرجر ويشيل سان عبيدي موجود بقناته، واذا تريدون هاي البرجر اسوي لكم اياها بحلقه اكتبوا لي اياها راح اسويها بحلقه الاصل بالضبط مثلا حتى البوتيتا مثلا. اوكي وراها الاكله راح تاخذ رياضه فد ساعتين بس رياضه، يعني راح نسمع اذا سويتوا بيج حلقات
راح نسلم على هون. بس في شغله واحده اللي هي انزعجنا بيها البارك مالها، يعني لازم تبركون غير مكان يلا تجون تفترون عليه، شويه صعبه البارك. يعني بس يسهل واحد يدور بارك ويمشي فيه لفت 500 متر 400 متر يلا يجي يستاهل. الواحد اللي يريد يجي ياكل هنا بس قاعد سفري لا انظروا اسرعك باب المطعم مسموح لك خذوا روح، بس اللي يقعد راح يطول شويه. وهاي اخر لقمه لعيونكم. السبكيته وليش طيب نسويها؟ يعني هاي هي والقشه مالتهم نسويها هو متميز بهذا الشيء. ما ضل شيء قشيناها. شوف البساطة بالأكل دائماً طعمه طيب. أما لو جبته حطيته بهارات حطيته في الشوات أطلع ما طيب صدقوني. فدائماً كل ما مني بسيط ماته كل ما يكون الأكل طيب وأقرب للناس لهم الطعام ليش يفهم. أهم شيء أهم شيء النفسية تكون موجودة صاحب المطعم وعد العامل يشتغل أهم شيء. صوروا إعلان لا هذا بالنسبة لك تجربتي الشخصية. وقلت لكم أي واحد يعرف مطعم خلي راسيني على إنستغرام مالتي وقول لي هذا المطعم في فلان مكان كلش طيب روح تجاوب حتى نشوفه. يلا وين أصدقائنا إذا حبيتوا هاي الفيديوهات يا ريت تكتبونا بالتعليقات حتى نستمر فيها. تحياتي لكم شيف سناء الحربي على السلامة. يابا هذا المنيو مالتهم. أها هذا المنيو مالتهم موجود شوفوا حلو. وهاي الوجبه اللي طلبناها احنا هي هاي وهذا حلال. اوكي عيني يلا والف عافيه اللي يجي هنا.